مساء الخير. الدهشة بدء الفلسفة. الفلسفة فهمت منذ القدم كأشد الفنون الحرة حرية، وفي عصرنا الحالي همشت. عالمنا عالم العمل، ويومنا يوم النشاط. عالمنا عالم الاستفادة والاستخدام، عالم الإنتاج والفعالية. هو عالم الحاجة والحصيلة، عالم الجوع وإشباعه، عالم تحقيق المنفعة العامة التي هي جزء جوهري من الخير العام. مفهوم الخير العام هو أوسع بكثير، فالخير العام يشتمل مثلا كما يقول توما الأكويني على أن يكون هناك أناس يعكفون على حياة التأمل والمشاهدة التي لا تنتج المنفعة. ومن الخير العام هو أن نتعاطى الفلسفة على أحد ما أن يخرق الكبة، أن يتخطى هذا العالم الروتيني الذي نعيش فيه كل يوم، أن يبحث عن الحقيقة في حقيقة الأشياء، على أحد ما أن يسترق النظر بدهشة بقلق على أسرار الما هو، ما هو الوجود، ما هو الله، ما هي الذات، ما هو الإنسان، وأن يسترق النظر على ماذا يعني كل هذا. مشاهديني بسرني أن استضيف الليلي شخصين عزيزين على قلبي، عزيزين بالمعنى العميق والواسع للكلمة، لأنه هالشخصين بمعرفتي العميقة لدكتورة نيلة أبي نادر، وبرحب فيها تاني مرة الليلي بلقاء تاني ببرنامج وجدت المسيح. شكرا لك مدام نجوى، مشبعنا منك ومن افكارك النيره دكتوره نيلة. تسلمي. انا بدي اتشكرك على هالاستضافه، واليوم موضوع حماسي وان شاء الله يلاقي استحسان المشاهدين. بتشكرك مره ثانيه، وبدي اشكرك كمان على انك عرفتينا على الدكتور الشاب محمد حسين الرفاعي من العراق. مساء الخير. الله بالخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. الله بالخير بيك. دكتور محمد حسين جبار الرفاعي، حضرتك مفكر عراقي شاب متخصص بعلم اجتماع المعرفة وبفلسفة علم الاجتماع، وموجود بلبنان من 2008، عم بتحضر دكتوراه بالجامعة اللبنانية بهالموضوع، ولديك عدة كتابات ودراسات بالفكر العربي، وحضرتك مدير تحرير مجلة قضايا إسلامية معاصرة. دكتور محمد حسين، قبل ما نبتدي معك، ليش اخترت لبنان أنك تجي تحضر فيه أطروحتك؟ والله أنا أولا أشكرك على هذه الاستضافة، ثانيا هذا الأمر أو هذا التساؤل يتعلق بالهم المعرفي اللي أنا أعيشه، وهذا الهم المعرفي كنت أعيشه من منذ الوقت اللي كنت في العلوم الطبيعية. أنا كنت بالكمبيوتر ساينس، وانتقلت إلى العلوم المجتمعية والإنسانية من بوابة العلوم الطبيعية. الهم المعرفي اللي شغلني كان هم متعلق بواقعنا، هم معرفي متعلق بواقعنا العربي، واقع بلداننا العربية. وهذا الهم يتمثل في أننا في البلدان العربية لدينا مجموعة من المشاكل المجتمعية التي تنتظر تقديم حلول أو تقديم اقتراحات بحلولها. بإرشاد من السيد الوالد دكتور عبد الجبار الرفاعي، يلي هو أستاذ بالفلسفة، نعم، يلي هي موضوعنا الليلة، نعم، هو أستاذ بالفلسفة، بإرشاد منه وب نصيحة منه انتقلت إلى هذه العلوم. كان له الدور الأساسي هو والدكتور فالح عبد الجبار السوسيولوجي العراقي المهم للغاية، كان عندهم الدور الأساسي في انتقالي إلى العلوم المجتمعية. أول تساؤل كان مطروح براسي في أن أختار لبنان كان هو أنه لا يمكن
لأي باحث أو مفكر أو فيلسوف أو طالب أن يقدم أي شيء لبلداننا إلا من داخلها، لأن هذه البلدان هي في حاجة لقيام مؤسسة علمية داخلها. وأي نوع من الذهاب إلى الخارج في التعامل مع هذه البلدان وفي فهم مشاكلها المجتمعية لا يمكن أن يقدم فهما بهذه المشاكل، فهما كليا بهذه المشاكل. وبالتالي أنت أمام تحدي حقيقي تصير مع هذه الظروف المجتمعية الصعبة للغاية، لابد من أن تجد لك موقعا هنا وتدخل للعلوم اللي بإمكانها أن تقدم حلولا لمشاكل المجتمعية. لبنان كان هو الخيار الأنسب باعتبار الوضع الأمني في، إذا بدك، أمن نسبي بلبنان. الوضع الأكاديمي والعلمي في لبنان نسبيا أفضل من البلدان العربية الأخرى. انفتح لبنان على بلدان العلم، ومن ثم وجود عدد هائل من الأكاديميات والجامعات في لبنان ومؤسسات البحث التي تمكن الباحث من أن يطلع أكثر ويتعمق ويتقدم في التفكير السوسيولوجي والفلسفي. رح نرجع بسياق حديثنا دكتور محمد على هالمواضيع بعمق. دكتورة أهلا وسهلا فيك بلبنان. دكتورة نيلة، موضوعنا الليلي عن الفلسفة، والفلسفة في أزمة. وكنت أنا عم حضر، كنت عم بطلي على كتاب أو هو رسالة جامعة كتبها بسنة 1998 البابا يوحنا بولس الثاني بوقتها عم يتخضى هي بين العلاقة بين الإيمان والعقل. وبشير بوقتها البابا يوحنا بولس الثاني أنه كان في أزمة حتى بالغرب، أزمة بتتعلق بإهمال الفلسفة وإهمال تعاطي بالفلسفة. موضوعنا نحن اليوم هو شو سبب الإهمال الفلسفة من الناحية الأكاديمية والمجتمعية بلبنان وشوي بالشرق. مثل ما كنت قلت بمقدمة أنه الفلسفة هي الدهشة، الإنسان شاف حاله على هالأرض وبلش يطرح أسئلة واندهش، ويمكن شغلة بديهية أنه أوكي أنا موجودة، بس لا تقدر أنت تقولي طب بقدر أنا ما أكون موجود. يعني على طول هالقدام الفلسفة بتزتنا بهيدي الدهشة. برأيك دكتورة نيلة، الإنسان العصر بعصرنا، الإنسان يلي بيركض من الصبح على شغله وعلى طول كل شيء بسرعة وبكبسة زر بده يحل مشاكله، برأيك ما بقى عنده وقت أو فقد حس الدهشة وفقد هالاتصال بالإشياء من جوا؟ يعني على طول كأنه عم بعيش برات زيته، مشان هيك بطلت الفلسفة تعني له؟ الإشكالية كتير كبيرة الحقيقة، وإن شاء الله نقدر أنا ودكتور محمد نضوي عليها. وطبعا الاعتماد على أسئلتك دايما هادفة ومحبوكة بطريقة ملفتة. للأسف توصيف الواقع اليوم بقلنا علامات إنذار أكيد وعلامات حمراء أنه إلى أين الفلسفة، لأنه بالفعل توصف الفلسفة كعلم بالأبستري بالمجرد. ونحن اليوم عم نتنشأ على الأشياء المادية وعلى العلم المحسوس والمعرفة يلي بالأرقام وبالمختبر وعلى الشاشة قدامي. فاليوم صار جهد اللي بده يعمله الإنسان ليرتفع صوب التجريد هو جهد إذا بدك متعب، ومش كل إنسان عاطي لحاله هالوقت. نمط حياتنا اليوم نمط ركض على الساعة لنلحق الباص وعلى الساعة لنوصل، وقبل ما تنقطع الكهرباء ووقتها تجي الكهرباء عنا 100 شغلة لازم نعملها. فأي ساعة بده الإنسان يطرح هالقلق يلي فيه أو يعطيه فرصة ليفكر بحاله بقلقه. لذلك الفلسفة انحسرت أيضا بسبب تعرفي كل شيء جديد له رهجة. العلوم التقنية بهرت الإنسان، طلعت الإنسان على القمر، حسستنا بالخطوة الجبارة تبع العلم. الاكتشافات الإلكترونية اليوم صرنا بكبسات زر شو منقدر نعمل. العلم عم بيقدم شيء محسوس وملموس للإنسان. التكنولوجيا، الطب، الجراحة، اليوم الجراحة بالنظور بيقدروا يفوتوا على أكبر عضو بجسمك ويسحبوه
بدون ما يجرحوك وبدون ما يقطبوك. فكل هالأمور هاي عم تخلق صورة جبارة لجدوى العلم، لجدوى التكنولوجيا، لجدوى الاقتصاد، لجدوى الأمور إذا بدك الأكثر حسية بالحياة والفلسفة. منجي منطرح سؤال، طيب شو عم تعمل؟ هيدا هو التحدي اليوم. هلأ إذا بدي وصف مظبوط الواقع، ولا مرة في مشكلة مسؤوليتها بتوقع على طرف واحد، دايما في توزيع للمسؤولية. فمن ميلي نعم الفلاسفة غرقوا بحديث إذا بدك أو خطاب صعب إلى حد ما يوصل لغير المتخصصين، وخطاب مبني على مصطلحات بدها وقت للتعقل وللتأمل وللتأويل، وبذات الوقت الناس من كثرة انشغالها بعدت عن هالوقت انه تقرا فيه. بيقول لك انا تعبان بقرا روما، وهلا بتعرفي اكثر شيء دارج هن الروايات، واكثر نسب طبع بالعالم العربي وبالعالم برا هي الروايه، لانه الانسان بده وقت ليرتاح ولا يعمل نوع من استرخاء لعضلاته الذهنيه. الفلسفه لا، بتشنجك وبتستنهض قواك وبتقول لك لا، المساله بدها انك تعملي نوع من تركيز للتفكير. ونحن اليوم إنسان هلأ الحداثة أو ما بعد الحداثة إلى حد ما بحب يرخيها، لأنه كفاية ضغط كل نهار وعلى الإنترنت، وكل دقيقة بيرن الموبايل على خبر بنقزه، فبكفي نقزات. والفلسفة هي علم حقيقة بنقز، لأنه الأسئلة تبعه بتوجع، لأنه بتجبرك تحفري وتنزل نزول، ومن بعد ما تنزل نزول بتلمس نقطة فيك هي بتعليك. وهي عملية منا هينة وبتصور منا كتير شعبية، علما انه التساؤل الفلسفي اللي حضرتك حكيت عنه تساؤل بمس كل انسان موجود، ولمجرد يعني اول تساؤل كان حدي هلأ ووقع صار بالارض هزيناه ما بقى عم يحكي، طب وين راح؟ هيدا السؤال الاول. كل هالعظمة بالكون حوالينا مين وراها؟ شو السيستام اللي مركبة من خلاله؟ طبعا اسئلة كتير بسيطة هيدي، بس اليوم صارت ما بقى تعني كتير. وحتى في المقولة بيقول انه كل انسان فيلسوف طبعاً. بهالمعنى بهالأسئلة الوجودية اللي بيسألها. كارل ياسبرس بيقول حتى المجنون وحتى الولد عنده فلسفته الخاصة. وليه؟ لأنه عنده تساؤلات. وحضرتك بلشت بفكرة كتير حلوة وشيقة اللي هي الدهشة. الإنسان مين بأكتر شيء بيندهش؟ هو الطفل. الأطفال. والطفل ليه بيندهش؟ لأنه ما بيعرف. نحن من كثرة ما صار عنا بنوكة معلومات، بنك معلومات هون وبنك معلومات هون، صرنا مفكرين حالنا عنا أنا منتفخة بالمعرفة، وما بقى نقبل نسأل أسئلة، وحتى إذا طرحنا سؤال بنعتبر عيب، عم نهين الأنا العارف تبعنا. وهذا الشيء كمان ما بيحطنا كثير على خط التساؤل الفكري والفلسفي والقلق للمعرفة. دكتور محمد، لا أهمية للفلسفة ولا أهمية للتفكير الفلسفي. انت الوقت يلي تعرفت عليه فيك يلي هو لحظات قليله، بس شفت في عندك جوا ولعان، يعني عندك هيدي الشعله اللي بتخليك هيك ثورجي. بدك تكون قاسي الليله، لمين انت هلا لمين بدك ترد وتقول انه منين هالناس يلي عم بيقولوا اللي انت عم بتقول ما في اهميه، ما عم يعطوا، منين هالاشخاص يلي ما عم يعطوا اهميه للفلسفه وللتفكير الفلسفي؟ في مقولة شهيرة موجودة اليوم بأواسط الثقافية وبين المثقفين والشعراء والروائيين والباحثين، أن لا أهمية للفلسفة. وإذا أنت طرحت التساؤل الأساسي في هذه المقولة أو ذهبت إلى حقل فهم هذه المقولة، تطرح لديك عفواً مجموعة من المسائل. هذه المسائل حتى تتفحص أنت شو موجود داخل هذه المقولة، لابد من أن تقوم بتساؤلات. هذه المقولة الأشد خطورة على التفكير بعامة، فيها حقائق مفخخة. إذا نحن قلنا أن لا أهمية للفلسفة بعامة، تفضل. عذرا قطعنا عن حديثك. معنا سيادة المطران يوسف توما، مطران كركوك وسليمانية للكلدين. مساء الخير سيدنا يوسف. مساء الخير نجوى. مساء الخير، أحييك وأحيي دكتور محمد الرفاعي ودكتورة نايلة، وتحياتي. يا هلا.
حضرتك بتعرفهم دكتورة نايلة، هي كانت وقت استضافوك سيدنا بالتكريم بالحركة السقفية، وكانت الدكتورة نايلة هي عم بتقدمك، والدكتور محمد حسين هو نجل صديقك الدكتور عبد الجبار رفاعي أستاذ الفلسفة. تحياتي. أهلا وسهلا فيك سيدنا يوسف توما. سؤالي لإلك، حضرتك مش بس حضرتك يعني وجه ديني في العراق، لكن وجه ثقافي من الطراز الأول، وكل بيعرف همك باستقطاب الشبيبة نحو النجاح ونحو تكملة الدراسة بكل الظروف اللي بنعرفها العراق عم بمر فيها أمام الأفق المسدود. ليه برأيك سيدنا بالعراق في نوع من الإهمال الخجول للعلوم الإنسانية وخاصة الفلسفة، وأكثرية الطلاب بيروحوا بيختاروا أفق العلم والهندسة والطب؟ برأيك تاريخيا في إلها أسباب تاريخية أو اجتماعية؟ تفضل. حقيقة هناك أسباب تاريخية وأسباب اجتماعية كثيرة وأسباب حتى دينية، وأسباب أنه حوربت الفلسفة من القرن الثاني عشر بالصراع اللي صار لما الفلسفة حاولت أن تعطي نفسها كرديف ومساعد، بالضبط مثل ما ذكرتم عن العقل والإيمان لرسالة البابا يوحنا بولس الثاني، اللي تعتبر هذه الرسالة أهم موضوع طرح من جهة دينية فيما يخص الفلسفة بعد ما مرت الفلسفة في عصر التنوير والتشويه. دائما كانت الفلسفة معرضة لهذا التشويه، لكن أنا أصور يوحنا بولس الثاني لأنه فيلسوف أجرى هذه المصالحة الكبرى اللي كنا بحاجة إلى في بداية القرن الحادي والعشرين. لكن في العراق بصورة خاصة وفي بالشرق والعالم العربي والإسلامي بصورة عامة، الإهمال سببه أن الفلسفة مبنية على مدارس ونظريات وتتقبل الاختلاف وتتقبل التعددية، وهذا لكل الجماعات أحادية التفكير إن كانوا قوميين أو كانوا متدينين ما يقبلون أن يكون هناك تعددية وطروحات عديدة. الإنسان بطبعه فكريا ميال إلى الكسل، أنه يستقر على فكرة ثابتة وخلاص هذا هو، هذه الفكرة يجب أن تستمر. العلوم الإنسانية ومن ضمنها وأولها هي الفلسفة، بعدين جت علوم إنسانية أخرى وآخرة الإبستيمولوجية والأجناس البشرية و إلى آخره. فهذه العلوم الإنسانية تخلق نوع من البلبلة. نعم. سيدة المطران، الدكتور محمد ضيف الليلة خبرني أنه في حضرتك عندك مشروع بيتعلق بالعلوم الإنسانية بالعراق. نعم، مع الأسف بعد ما صرت مطران اضطريت أن أنسحب من بغداد. كان عندنا مشروع قيام أكاديمية العلوم الإنسانية أكاديمية بغداد لجمع خيرة النخبة العراقية وإعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية اللي أنقذت أوروبا وأنقذت العالم من كثير من المطبات من الحروب. وأقدر أربط بين نهاية زمن الحروب في أوروبا مع انتشار العلوم الإنسانية، فليش ما نستفيد إحنا من ثمار هالعلوم الإنسانية مثل ما نستفيد مثل ما قالت الدكتورة نايلة من نتائج العلوم والاتصالات والاختصاصات العلمية. ليش نستورد الآيفون والآيباد وما نستورد العلوم الإنسانية اللي هي إلى عصا السبق في تقدم البشرية؟ وين بالتحديد، بس تعقيبا على السؤال الأول اللي طرحته على حضرتك، بالعراق ممكن تعول أو تراهن إذا صار في تأسيس أو إعادة تأسيس بجدية للعلوم الإنسانية وللفلسفة، ممكن يتعول على تغير ما في إطار التفكير برأيك؟
أنا باعتقادي الاتجاه الحالي في مكافحة التطرف الأعمى ديمتص كل الطاقات الموجودة في هذا البلد. وأنا أعول على نهاية هذه الحروب اللي طالت أكثر مما يجب حتى نقدر نتفرغ إلى نفسنا. بالحقيقة الأسئلة الجوهرية اللي طرحت من القرن الخامس قبل الميلاد من الفلاسفة اليونانيين وحتى قبل السقراطيين طرحوا أسئلة جوهرية. هذه الأسئلة اليوم إحنا نعاني من أجوبة غير موفقة. الهوية والانتماء والجذور والحاضر والمهمل هو المستقبل. فيمكن لو لجأنا إلى العلوم الإنسانية وإلى خبراء يساعدونا يمكن بلادنا تطلع من النفق. نعم، شكرا لك سيدة المطران يوسف تومة على هالمداخلة القيمة. شكرا، تحياتي. محمد رح أرجع الشيء اللي كنت حضرتك عم بتقوله قبل ما ناخد اتصال مع السيدة المطران. عم بيقول أنه في أحادية التفكير ما بيقبلوا بالتعددية، كيف فيك تربطها مع الفكرة اللي كنت عم تقلنا إياها أنه لا خاصة في حلقات المفكرين كمان لا أهمية للفلسفة؟ في مقولة شهيرة والشائعة اليوم جدا هي لا أهمية للفلسفة. داخل هذه المقولة توجد حقائق مفخخة وخطيرة جدا، وهي الحقيقة الأولى أنه إذا نحن نقول لا أهمية للفلسفة نحن ضمنا نقول أن التفكير الذي بدأ منذ قبل 2600 سنة تقريبا إلى اليوم من طاليس البلطي الحكيم وهيراقليطس وأنكسيمندراس وبارمنديس وبروتاغوراس إلى الآن إلى فلاسفة اليوم، كل هذا التفكير اللي هو 2600 سنة لا أهمية له، لا طائل من وراءه ولا فائدة له. وفقا لأي معيار معرفي يقال أن لا أهمية هذا للفلسفة؟ السؤال هذا أول سؤال. نعم، وهذا السؤال الأكثر جوهرية. المعيار المعرفي اليوم، الفلسفة المسيطرة اليوم على هذا العصر هي الفلسفة البراغماتية. نعم، الفلسفة اللي في مجملها هي نفعية، بمعنى أنها لا تعترف بوجود أي شيء إلا ولهذا الشيء وظيفة معه، مثل ما كنت عم بقول بالمقدمة. بالضبط. نعم، هذا أول المعيار المعرفي. هذا حتى إحنا نعطي فعلا أهمية للفلسفة يجب أن نرى هذا المعيار المعرفي، يجب أن ندخل داخله ويجب أن نفككه. نعم، الحقيقة الخطيرة الثانية اللي موجودة داخل مقولة لا أهمية للفلسفة أن هذه المقولة تختزل الوجود الإنساني في الوجود الواقعي. يعني أنني لست إلا هذا الكائن الذي أوجد واقعيا ولا أتوفر على أي إمكانية إلا في الوجود الواقعي، إلا بالوجود الواقعي. يعني هون كأنه عم تلغي الميتافيزيك، كأنه عم تلغي جانب أساسي من وجود الإنسان. نعم، الميتافيزيك هو جانب أساسي. نعم، من وجودي أنا لا أفكر إلا أن أكون كائنا ميتافيزيقيا. نعم، تفكير ضرب من ممارسة الميتافيزيقا. نعم، طيب هذه على ماذا تقضي؟ تقضي على إمكانية حقيقية عند الإنسان. الإنسان هو الكائن الحي الذي يتوفر على إمكانية أن يعقل العالم. الإنسان حامل العقل، بمعنى أنه حامل للتساؤل التفكير والفهم. في عبارة أكثر صرامة، الفلسفة والحال هذه تكون ضرب من الحرص على الطفولة، ضرب من الحرص على التساؤلات التي تبدأ بلماذا؟ لماذا العالم بهذه الطريقة؟ لماذا الوجود هيك؟ لماذا 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 لماذا؟ الخطر الثالث اللي يكمن في هذه العبارة هو خطر يذهب إلى تشييء الإنسان. إلى؟ تشييء الإنسان. جعل يجعل مني لا. أنا كإنسان، تجعل هذه المقولة مني أنا كإنسان شيئاً. نعم، أنني لا أختلف كثيراً عن كباية الماء، لا أختلف كثيراً عن أي آلة. وهذا قائم على تصور تناول الإنسان بوصفه عدداً اللي تفضلت به دكتورة نايل أستاذتنا. هذا أخطر ما يمكن أن يتناول به الإنسان. الحقيقة الرابعة الموجودة في هذه المقولة أنه أصحاب هذه المقولة لم يعوا بعده
أن هذه المقولة قديمة بقدم الفلسفة، لا أهمية للفلسفة، أن لا أهمية للفلسفة، هي قديمة بقدم الفلسفة. الفلسفة منذ بزوغ شمسها كانت محاربة. أصلا الفلسفة لم تقوم على أحادية في التفكير. الفلسفة دائما من يجي هيراقليطس يقول العالم متغير، يجي بارمنديس يقول الوجود واحد موحد ثابت. من يجي أفلاطون يقول شيء يجي يرد على أرسطوطاليس، من يجي طاليس يقول شيء يجي يرد على هيراقليطس إلى آخره. فإحنا كان أساساً قيام التفكير الفلسفي بلحظة قيامه كان قائم على التعدد في الفهم. يعني هذه الفلسفة كانت على صراع دائم مع الفلاسفة، مع الفلسفات الأخرى. فهذه المقولة اللي يريد يقولها لابد أن يتفلسف كثيراً حتى يستطيع أن يتخلص من الفلسفة. ميشيل فوكو في أحد مقابلاته قال كلام كثير مهم بمجلة لوموند، يقول أن التخلص من الفلسفة تتطلب وقاحة كوقاحة نيتشه، حينما يقول بجدية صارمة أن منذ أفلاطون مرورا بسبينوزا، هيجل، إيمانويل كانت وفلاسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أن كل هذا هراء، كل هذا لا فائدة منه. هذه وقاحة حقيقية وقلة لياقة تجاه العقل البشري والتفكير. نحن مشاهدينا رح نروح على بريك، ومن بعد البريك رح نفوت أكثر بأسئلة بتتعلق بفلسفة الاجتماع، ورح نكفي معك الدكتورة نيلة ونطرح الأسئلة جدوى التفلسف ومهمة الفلسفة. مشاهدينا بتمنى تكونوا متابعينا بهالموضوع اللي يمكن شوي صعب بس شيك. لحظات ومنعود. رجعنا معنا لنتابع حديثنا مع الدكتورة نيلة أبي نادر ومع الدكتور محمد حسين الرفاعي من العراق. كنا عم نحكي دكتورة نيلة عن الفلسفة وعن العالم المكتفي بذاته وعن الاستفادة والفعالية. يعني أنا ما بعمل شيء، حتى العلاقات دكتورة نيلة تغيرت، يعني العلاقة الإنسان مع ذاته لأنه صارت هالقد مادية انعكست على علاقته مع الأشياء ومع الناس. يعني أنا إذا ما بصادقك، إذا ما بيطلع لي منك شيء، إذا كان العالم المكتفي بذاته مثل ما كنت عم تقولي حضرتك، والفلسفة هي دعوة إلى تخطي الذات، فإذا شو الجدوى أنه نتفلسف؟ وأنا هون عم بستعمل كلمة نتفلسف، مش الكلام اللي منقوله أنه حش تتفلسف، بالمعنى العلمي والجدي للكلمة. وبرأيك الإنسان الفلسفة بتخلينا نفتش عن الحقيقة. سؤالي ضمني كمان، هل يا ترى برأيك في حقيقة واحدة أو فينا نحكي عن أشكال من الحقيقة؟ الفلسفة بتصور أنت ككائن بشري عندك مقومات ومنها الجسد، بس أكيد مش بس الجسد، عنا طاقة أخرى هي الفكر. هيدا الفكر كيف أنا من واجباتي غذي الجسد، أنا من واجباتي أيضا غذي هذا الفكر. ومن أهم المصادر يلي بتغذي الفكر هي فعل التفلسف، لأنه بحفزك على التفكير، على طرح الأسئلة، على الذهاب إلى ما هو أبعد. والأهم من كل هول، فعل التفلسف بيساعدك توعي الجهل يلي فيك، لأنه هيدا الجهل اللحظة اللي منوعي له لحاله، إذا عنا شغف المعرفة بده يستفزنا لنروح لأبعد،
ولنسأل ولنستمع، وأكثر من هيك لغرورنا وانتفاخنا الهواء الفاضي يفقع ونرجع نتموضع بالمكان اللي نحن لازم نكون فيه، اللي هو الإنسان القلاق، الإنسان الذي يطرح الأسئلة، الإنسان الذي لديه شغف لا يحد. لذلك إذا في من جد وأساسي للفلسفة تحمسك أولاً تواجه جهلك، عدم معرفتك بالدرجة الأولى بذاتك أنت مين؟ وهذا أهم سؤال، تعرف نفسك. وهون أنا ما يوخزوني جماعة الفلسفة اليونانية والفلسفة الأوروبية، بدي روح على الهند، لأنه بالهند أهم سؤال هو من أنا، وبقطع كل حياتي يمكن وما بقدر جاوب من أنا. في بعض الحكماء بالهند إذا طرقوا على الباب وسألون مين، من الطارق ما بيرد لحد هون، لأنه مش عارف حاله بالعمق أنا من أكون لحتى لعرف عن ذاتي. لذلك أنت حاملة بداخلك كائن بتجهليه، فأول شغلة أنك تتعرف عليه، تعطيه وقت، تعطيه فسحة. هذا الكائن بتسأليني كيف بدي أتعرف عليه؟ ناس بيقولوا هو حيوان ناطق، ناس بيقولوا عنه حيوان اجتماعي، ناس بيقولوا عنه حيوان سياسي. طيب هل مجمل التحديدات عبر التاريخ للإنسان ألا تستفزني لكي أرى من أكون؟ أنا أعطي جواب لحالي. هيدا نقطة مهمة الفلسفة بتوعينا عليها، وهيدا الشيء استفيد منه علم النفس وعلم التحليل النفسي. اليوم كل الكير بسيكاناليتيك، كل جلسات العلاج بعلم التحليل النفسي تتوصلك للحظة هالإنسان اللي قدامك، تخليه يعرف ليش هو مكتئب، ليش هو حزين، ليش هو مضطرب. إذن ليه؟ لأنه تعرف على ذاته بس بواسطة حدا تاني. الفلسفة بتعلمك تتعرفي على ذاتك بواسطة حالك، بواسطة علاقاتك بمجتمعك الصغير والأكبر، وبواسطة أيضا علاقتك بالطبيعة وعلاقتك بالما وراء. لذلك الفلسفة هي ضرورة. اثنين، بيحددوا الفلسفة بأنها فن العيش، لار دو فيف. نحن اليوم فينا نعيش 100 سنة، وفينا نعيش 90، وفينا نعيش بس 7 سنين، بس نكون على القليلة نعرف كيف نعيش. فن العيش، فن التمتع باللحظة، فن التفكير ووعي هذه اللحظة. أوقات كتير بتقطع أشياء كتير حلوة بحياتنا ما بننتبه لها لأنه مش واعيين لها. الفلسفة بتحفز لك الوعي، توعي من هو الآخر اللي أمامك، ما الذي يجري من حولك. ساعتها بتصيري تتمتعي وتعرفي قيمة الأشياء اللي أنت فيها، أو بتوعي للنقص اللي منك حاصلة عليه تتبلش تحطي حالك بالمسيرة. أيضا تحدد الفلسفة بأنها هي فن البحث عن السعادة. طب نحن اليوم كلنا، كل الشعوب، أهم الأساسي أنه أنا مني سعيد، بدي أسعى للسعادة. وبنفرق عن بعض، كل واحد منا كيف عم بفتش على هالسعادة هاي. شو السعادة بالنسبة لنا؟ الفلسفة بتساعدنا نفكر، اللي بيخليك تجي وتقطعي هالكيلومترات لتوصلي لهون، وبهالشغف تعملي هالبرامج، وما بعرف قد ايه بتقعدي ساعات لتحضري، في ورا شغف، لانه انت كمان بتحسي في نوع من السعادة يلي خلى محمد يترك بلده وعائلته واهله ويعيش بمفرده، يقوم بكل مقتضيات الحياة اليومية ويحمل اعباء الحياة بوطن مش وطنه، لانه عنده شغف، شغف المعرفة اللي بخلينا نسهر ونقعد نكتب ونحرم حالنا من كذا ظهره يمكن ومشوار، هو شغف الكتابة. لذلك الانسان شغفه بده يوديه لمحل فيه سعادة. وبالفلسفة يمكن، والارجح ما في اجزم، لان الفلسفة كمان ضد الجزم، بتحارب الفراغ وبتحارب الزهق. ما فيك تزهقي وبتحارب العبثية، ما عندك شيء اسمه زهق، صح. لانه انت وعم بتحاولي تزهقي بتفكري بالزهق، صار الزهق موضوع تفكير، صح. صار شاغلك، بطل، صح. زهق قضيتي عليه، عرفتي كيف؟ صح. الفراغ نفس الشيء، الجهل، لمجرد ما تفكري بالجهل صار جهلك موضوع معرفة، موضوع تعقل، بطل جهل، صار عندك وعي لحالة الجهل. بتعرفي هون لفتي لي نظري على نقطة، الأمات يلي عندهم مشكلة مثلا بالدراسة مع أولادهم، أو ما بيحبوا مثلا، عندهم شوية كسل، شوية ضجر، إذا بفلسفوا نتفي الأمور، أو مثلا أولاد أكثر الطلاب ما بحبوا مثلا اللغة العربية، صح. طب إذا فلسفناها شوي، ليه ما بتحبها؟ يعني اسنيها بطريقة يمكن بتصير الحياة أحلى، صح، مزبوط. كل ما توعي يعني كل ما تشغلي طاقة الوعي اللي فيكي، اللي هي آلة، الوعي هو آلة بالنهاية موجود فيه،
إذا ما اشتغل بده يعذبني، بدي أحس حالي معاق. الإنسان مش الإعاقة المضبوطة مش إذا عينيه ما بيشتغلوا أو إيديه أو إجريه، الإعاقة الأساسية هي هالطاقة الفكر يلي هائلة يلي لا تحد. نعم. إنما تشتغل أو تتخدر. وللأسف اليوم كل شيء يعمل إما لتزوير الفكر، لتزوير الوعي، أو لتخديره أو لطمعه. ولذلك الفلاسفة إما انكفأوا يأسا لأنه شافوا إشياء تانية غلبتهم. نعم. واحتلت الساحة محلهم، إما حلقوا بالتجريد تبعهم، وهذا التحليق بعدهم شوي عن التواصل الواقع مع الناس. نعم. يلي عن جد عندها قلق وحبة تعرف شو اللي بيسعدها، لأنه بالنهاية هيدا أهم سؤال، إنك تكوني إنسان سعيد وإنسان مصالح مع حاله. والفلسفة شعارة طبعا مع سقراط، اعرف نفسك فتعرف العالم، لأنه أنت شقفة من هالعالم. ونحن مشكلتنا هي غربتنا عن ذاتنا، غربتنا عن وجعنا، غربتنا عن سعادتنا، غربتنا عن جهلنا. نحن كائنات عن جد نعيش الاغتراب بكل لحظة من حياتنا. أوقات منكون عايشين بنفس المجموعة، بنفس العيلة، ناس غرباء عن بعض، ممنوعة بعضنا ولمنوعة ذاتنا ولمنوعة الآخر، لا شو بيجرح ولا شو بيقهر ولا شو بيسعد ولا شو بيبسطه. الفلسفة بتولع فيك على الوعي والمعرفة الذات ومعرفة الآخر. وبتصور إذا بدي أقول شو بتنفع الفلسفة إذا ما نفعت إلا هول، أنا بشكرها كتير لأنه ولا شيء من العلم بيوصله ولا إلي. شكرا دكتورة نيلة. معنا على الخط الدكتور أمين ألبرت الريحاني، يلي هو رئيس مؤسسة الفكر اللبناني. مساء الخير دكتور أمين ألبرت الريحاني. أهلا وسهلا. دكتور، سؤالنا لإلك الليلة، كيف برأيك أعادت أوروبا أو أعاد الغرب أعاد للفلسفة كرامتها من بعد ما كانت الفلسفة نزلت في ظلمات قاسية؟ صحيح تماما اللي عم تطرح السؤال حوله، بمعنى أنه أوروبا منذ تقريبا 10 سنوات استدركت مسألة تراجع الفلسفة، وهالاستدراك كان بأكثر من وسيلة أو طريقة. الجامعات الأمريكية تحديدا وبعض الجامعات الأوروبية استحدثوا شيء اسمه الدراسة الصيفية حول موضوع الفلسفة، يعني صار في حملة توعية حول أهمية الفلسفة اللي قد تصب في اختصاص معين وقد تكون مساعدة ورديفة في هالمساعدة للتعاطي مع المعرفة على المستوى الجامعي. وبالتالي الإحصاءات تشير إلى أنه دوائر الفلسفة الجامعية من بعد ما كانت تراجعت إلى حد كتير يقلق من 10 سنوات وما وحتى اليوم ابتدى العدد الطلاب يرتفع بدوائر الفلسفة. هلا السبب اللي فسروه او مثل ما عم تفسروا الدراسات الحديثه في اوروبا والولايات المتحده، انه تمكنوا من اقناع الطلاب انه ايا كان اختصاصك ممكن يكون هالاختصاص اغنى فيما لو تخصصت ايضا بدراسه الفلسفه. والملاحظه الاخيره والاهم بهالموضوع أنه عندما نتحدث عن الفلسفة لا نعني بالضرورة تاريخ الفلسفة، يعني مش ضروري كل ما حدا بده يتخصص بالفلسفة بده يبتدي من أرسطو وأفلاطون أو من القرون الوسطى، يعني من ديكارت وكانت وإلى آخره. أكيد هم مهمين، ولكن تنقدر نقرب الفلسفة إلى الجيل الجديد أو الأجيال المعاصرة لابد من طرح معضلات هي بنفس الوقت معضلات أساسية فلسفيا ومعضلات أساسية قد تدخل في علم الاجتماع وعلم السياسي وعلم الإنسانيات بشكل عام. نعم. ويبدو أنه هالفهم الجديد لاستقطاب الطلاب للفلسفة على مستوى تربوي أثبت أنه طلاب الفلسفة هن أجدر من سواهم وأصبحوا معدين أكثر من سواهم فكريا إلى نجاحات كبرى، في حتى لو تخصصوا في الطب أو في الهندسة أو في المحاماة أو في العلوم النظرية والتطبيقية.
هاي هي الطريقة اللي أثبتت جدواها الإيجابي في بعض الجامعات، أو إذا ممكن القول معظم الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية. بلبنان دكتور أمين في خطوات شبيهة أو قريبة، أو في هلأ محاربة لمادة الفلسفة أو للفلسفة بشكل عام؟ للحقيقة المؤسف أنه في لبنان أنه الظروف الحالية حملت البعض المسؤولين، بقى تقول بعض المسؤولين، من سواء المسؤولين في أهل السلطة أو المسؤولين في بعض الجامعات، على إهمال موضوع الفلسفة على أساس أنه هيدا مش مهم مش ضروري، وهيدي مأساة فوق كل مأسينا، لأنه المجتمعات اللي تهمل الفلسفة أهملت هويتها وأهملت ذاتها وتحقيق هذه الذات. لذلك المؤسف عنا بلبنان في تراجع أكيد ملموس بالنسبة للاهتمام بالفلسفة، سواء تخصصا أو بحثا أو نقدا أو كتابة إلى آخره. في محاولات عم تجري لرد الاعتبار للفلسفة، ولكن بعدها كتير متواضعة ومحدودة. ما فينا نتحدث عن مبادرات فكرية أو جامعية أو بحثية في هذا الاتجاه. للمؤسف أنه الوضع القائم بلبنان حاليا يبعد كثيرا عن الفلسفة، والمؤلم أنه بعض أهل السلطة كأنه باركوا هالخطوة، على الأقل في إهمال تام لهالموضوع، وترك لأصحاب الشأن، لأصحاب الاختصاص، لبعض الجامعات اللي هي مهتمة أنه ترجع ترمم هالانهيار هيدا اللي المؤلم جدا. نعم. بشكرك دكتور أمين، وآخر كلمة بحب أقول لك إياها، أنه بلبنان ثقافياً بيتأثر كتير بالغرب وبيستورد منه كل الأفكار، أنه ليه هيدي الفكرة غفلته ما استورد هالاستدراك اللي صار على صعيد دراسة الفلسفة بجامعات الغرب. صحيح من حيث المبدأ، ولكن لو تأثرنا بالغرب عم بيكون مجدي أو فعال، كنا بنخطي خطوة شبيهة، مش ضروري تكون هي ذاتها، ولكن نعم، شبيهة بالخطوات اللي فيها الغرب، بمعنى ربط الفلسفة بالتربية. نعم. وربط الفلسفة بما يسمى الفلسفة المعاصرة لجيل معاصر. نعم. هيك بسموها يعني. نعم. وشو المقصود بهالكلام؟ نرجع نقول انه مش بالضروري يعني تاريخ الفلسفة يدرسوها من أرسطو لليوم، ولكن بيسوى يدرسوا طروحات أساسية بتجاوب على أسئلة من جهة فلسفية. نعم. ومن جهة أخرى مرتبطة بواقع اجتماعي معين وبمشاكل العصر، سياسي معين ودراسات. نعم. إنسانية معينة. نعم. يعني مثلا مسألة الحرية هذا موضوع فلسفي. نعم. صح. مسألة الأخلاق هذا موضوع فلسفي. مسألة الزمن. نعم. ومسألة الحقيقة ومسألة الحياة ومسألة الوجود، هذه كلها مواضيع. نعم. فلسفية، ولكنها مرتبطة بشأن فلسفي معين، كما هي مرتبطة بشأن يتعلق بالعلوم السياسية مثلا. نعم. أو بالعلوم الاجتماعية وهكذا. بمعنى أنه يريتنا بهالمعنى الإيجابي عم نقلد شو غيرنا عمل، ولكن بطابع محلي خلاق وإيجابي، لكنا تجاوزنا هذه المحنة. نعم. لكن اليوم يبدو أنه نعاني فيما نعاني منه بأمور شتى، نعاني من تقهقر فلسفي، وما في مبادرات جدية بتربط الفلسفي من جهة بالقضايا المطلقة، هو تفكير مطلق مثل ما بعض باحثين بيسموه. شو الفلسفي بيشرحوها؟ هي علم التفكير المطلق. نعم. وهالتفكير المطلق ممكن يكون ذات شأن، سواء كان بالعلوم السياسية أو بالعلوم الاجتماعية وما إلى ذلك. بشكرك كتير دكتور أمين ألبرت الريحاني، رئيس مؤسسة الفكر اللبناني، على هالإضاءة القيمة والموضوعية. شكرا لك. العافية. محمد. نعم. حكي شوي دكتور أمين ألبرت عن موضوعنا، أو الموضوع يلي أنت اختصاصك فيه، اللي هو الفلسفة والمعرفة بالإنسان، لأنه الفلسفة محور الإنسان،
مثل ما كنت عم تحكي الدكتورة نايلة وكل المداخلات، وكيف ممكن نعلم أو ما يمكن تعليمه من الفلسفة والتفكير الفلسفي برأيك؟ أتكلم ببلداننا العربية. نعم، أتكلم دكتور أمين حول إعادة بناء العلاقة بين التفكير الفلسفي من جهة وبين الواقع المعاش من جهة أخرى. هذه مهمة السوسيولوجيا، هذه مهمة علم الاجتماع. نعم. علم الاجتماع هو بعبارة صارمة هو فلسفة واقعية، الفلسفة المجتمعية الواقعية هو علم الاجتماع. علم الاجتماع هو الفلسفة الواقعية، فلسفة واقعية مجتمعية. كيف مثلا؟ مثلا أنت تتكلم عن الأخلاق. نعم. حينما تتكلم عن الأخلاق وتفكر بالأخلاق وتتفلسف وتتساءل منش بشأن الأخلاق، أنت بعلم الاجتماع، علم الاجتماع يعطيك الإمكانية في أن تذهب إلى الواقع المجتمعي وأن ترى الوظيفة المجتمعية التي للأخلاق. نعم. أن ترى الممارسة المجتمعية الأخلاقية بين الجماعات، بين الأفراد، بين المجتمعات، مجتمعيات الصغيرة أو الكبيرة. أحد أهم الأمور اللي لازم نعرفها أن بلدان المشاكل المجتمعية في بلداننا لا يمكن حلها إلا بضرب من التفكير الفلسفي، هذا أولا، ومن ثم بضرب من التفكير السوسيولوجي، هذا ثانيا. لا يمكن على الإطلاق أن نقوم بعلم اجتماعي، بعلوم الاجتماعية والإنسانية إلا على أرضية فلسفية، إلا مؤسسة في وهم الفلسفة. في وهم عندنا بالفكر العربي هو الوهم الفصل بين التفكير الفلسفي من جهة وبين التفكير الإنساني المجتمعي من جهة أخرى، وهذا الوهم مصابين به كثير من الباحثين بعلوم الإنسان والمجتمع. هذا الوهم من أين جاي؟ جاي من تصورات أميل دوركايم في الفلسفة وعلم الاجتماع وتصورات أغوست كونت بلحظة تأسيس السوسيولوجيا. كانت هذه التصورات قائمة بتلك الآونة لسبب بسيط جدا، لأن كلاهما كان يبحث عن استقلالية السوسيولوجيا تجاه الفلسفة، ومن ثم اجت بلحظة ماكس فيبر اصلا صارت الفلسفة، صارت السوسيولوجيا عفوا هي فلسفة اجتماعية، ومدرسة فرانكفورت مع العلماء بمدرسة فرانكفورت صارت خلص هاي السوسيولوجيا عبارة عن فلسفة اجتماعية. ببلداننا احنا الاساس اللي نحتاجه هو الآتي، ان تكون لدينا أرضية فلسفية، أرضية تبنيها الفلسفة والتفكير الفلسفي، من ثم على هذه الأرضية بإمكاننا أن نشيد بناء العلم، بإمكان تساؤل العلم أن يقوم على أرضية فلسفية حتى لا يكون قائما على أرضية هشة سوي لها كيوغا. نعم. هاي ثانيا. ثالثا، المؤسسات المجتمعية ببلداننا والبنى المجتمعية الثلاث الأساسية اللي هي بنية الثقافة وبنية الاقتصاد وبنية السياسة، هل تمكننا أصلا من قيام تساؤل العلم بشأن الإنسان والمجتمع ببلداننا؟ أو الإنسان عبارة عن عدد عدوم، يعني المؤسسة، مؤسسة المجتمعية اللي قائمة على السياسة أو على الثقافة أو على الاقتصاد، كيف تمكن هذا الكائن المجتمعي من الوجود ببلداننا؟ هل يمكن على هذه المؤسسات أن نعتمد على وجود إنساني، وجود مجتمعي؟ هل يمكن أصلا أن نحرص ونرعى إنسانية الإنسان وفقا لهذه الموجودة؟ الجامعات شو عم تعمل؟ من هو هذا الجدير بأن ينقل معرفة علمية أو فلسفية للطلاب قبل ما أنا أصلا أفترض أن هل لدي طالب متساءل أو لا؟ هل لدي طالب متفلسف أو لا؟ هل لدي طالب جدير بأن يكون طالبا أو لا؟ فحتى أكون، الدكتور قال كلمة مهمة، الدكتور أمين قال أنه الفلسفة، تعليم الفلسفة لا يعني تعليم تاريخها، هذا كلام دقيق، ولكن فيه، في هذا الكلام نفسه، نحن حينما نعلم الفلسفة إلى الطلاب ماذا نعلم؟ نعلم عملية واحدة فقط، أن يكون الطالب قادرا على أن يبني تساؤلا فلسفيا علميا، تساؤل بشأن الوجود المجتمعي، تساؤل بشأن الوجود الإنساني. دكتورة نايلة قالت كلام كثير مهم، أحد الأشياء الأساسية في التفكير الفلسفي أنه يخلصك من ذاتك، مع أنه بالطريق إلى أن يتعرف إلى ذاتك، ولكن يخلصك من ذاتك، يصير عندك ضرب من تجاوز الذات، بإمكانك أن تتألم من أجل ألم الآخرين. هون بدي ألفت نظرك، أو يمكن معك طلعت على الموضوع دكتورة نايلة كمان، اللي عم بيقوموا بتفجير نفسهم الانتحاريين، تبين أنه أكتريتهم رايحين في الشق العلمي، أو مهندسين كمبيوتر، يعني
الشيء اللي عم بتقوله انه الفلسفة بتخلصك من زيتك، يعني كأنه بتصير انسان مسالم. ما بدنا هلا نحكم بطريقة قاضية على العلم او على الشق العلمي من الدراسة، بس في لها علاقة بين في المشكلة بالعلوم الطبيعية تتمثل بالآتي، انه لديك بالعلوم الطبيعية موضوعات جاهزة، نموذج للمعاينة Model of Observation بالعلوم الطبيعية جاهز، أكو مختبر، أكو أدوات، أكو آليات تدخل فيها، تدخل مادة خام تطلع بنتائج. هاي العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية تجعل منك آلة بالمعنى الصارم للكلمة. العلوم الإنسانية والمجتمعية ومن ضمنها الفلسفة ماذا تفعل؟ توعيك بحالك، تقول لك مرحبا، أنت هل أنت نفسك؟ هل بإمكانك أن تكون أنت إنسان؟ تذكرك بأنك كائن عظيم اسمه الإنسان، بأنك كائن مفكر. تذكرك دائما الفلسفة والعلوم المجتمعية والإنسانية أنك بإمكانك أن تمارس إنسانيتك، وأن الحقوق الإنسانية اللي عندك والواجبات الإنسانية اللي عليك كلها تندرج ضمن فكرة بسيطة، أنك تستطيع أن تبني حقل وجودك الأخص، متميز بإبداعك الخاص داخلك. بناء داخل الإنسان خلافا لما يتصور كثير اهم من بناء خارجه. الخارج ليس الا تجسيدا لما هو في الداخل، لما هو في الباطن، اللي اسميه الاعمق الاخص الذي من شان الانسان. هذا اذا لم يتم بناءه ضمن التفكير الفلسفي وضمن فهم عميق لمفهوم الروح، يكون الانسان كائنا قلقا لكن بقلق سلبي، متوترا لكن هذا التوتر ينعكس، وهذا ينعكس على المجتمع برمته. يصير عندك وانت تمشي بالشارع يزمر لك 100 مرة وما عنده أي مشكلة في أن يزعجك أو يدمر هذا المريض أو ذاك. دكتورة نيلة، حضرتك الدكتوراة يلي قمت فيها، يلي بحثت فيها عن النقد في يعني في الفكر النقدي، الفلسفة هي تشرح العالم أو تغيره، يعني بمعنى معين فينا نتقبل كل شيء، والشخصية المتميزة اللي بتعرفيها أنها متميزة هي اللي بيبقى عندها حس النقد، يعني التي تتعامل بموضوعية مع الأشياء. أداة الفلسفة بتغذي فينا وبتبني فينا حس النقد. طبعا المقولة المشهورة لكارل ماركس انه الفلاسفة والفلسفة التهت بتفسير العالم، بينما الواجب والداعي والملح هو انه نغير العالم. طبعا هو كان بيقصد انه قدام مأساة الفقر والظلم والنكبات المتتالية انه بدنا نطلع على هالمشاكل ونحلها قبل ما انه نفسر هيدا الكوكب شو اصله او الزمن من وين جاي. اللي بدي أقوله بما يتعلق بالتربية، وبرجع لسؤالك لأنه موضوع التربية بيعنيني بشكل خاص، كيف بدنا نحفز عند الطلاب اليوم أنه يتفلسفوا ويعشقوا الفلسفة ويختاروها كاختصاص؟ اليوم لما بيكون عندك أهل من هن وصغار ولادهم ببلشوا يرسموا لهم الطريق وبيحقروا لهم كل ما هو ينتمي إلى علوم الإنسان والفلسفة، ليه؟ لأنه ما بتعميك خبز. نعم، المردود. هيدي مقولة خاطئة. ما شفنا فيلسوف جيعان، وما شفنا عالم اجتماع عم يشحد، وما شفنا إنسان متمرس وناجح بالعلوم الإنسانية يرسى لحاله. نحن عنا بالدول العربية اليوم حقيقة نقص فادح بكيفية توصيف الاختصاص الفلسفي، وهيدي بيحمل على عاتقه الأستاذ وإدارة المدرسة، وزارة التربية، وأيضا الأهل. كيف بدنا نحفز طلابنا على اختيار هالتخصص وعلى عشقه؟ لأنه بالنهاية مثل ما واحد ما بيعرف شو طعمة هالأكلة، بس أول ما يذوقها يمكن تصير هي أكلته الأساسية بالحياة. فأنت ما فيك تحب شيء ما بتعرفيه. إذا نحن واجباتنا قد ما فينا نحن وعم ننشئ الأجيال بالمدرسة وفيما بعد بالجامعة قديش نستفزهم. حكي دكتور أمين ألبرت الريحاني عن أنه الفلسفة ما بقى محصورة بس باختصاص الفلسفة. مزبوط. بأمريكا شو يعني PhD؟ هي فيلوسوفي ديجري بالهندسة، بالطب، بالقانون. مزبوط. يعني إذا منك أخذ دكتورات بالفلسفة ما فيك تصير PhD. هاي الدكتوراه.
للأسف يعني الغرب بيطلع مصطلحات وبيجدد حاله وبيغيره، نحن بعدين بتوصلنا. هلا حسب السيكل، حسب الدورات تبع الاشياء، بس تستفحل المادية، وهي النظرية لابن خلدون، بس تستفحل الاشياء توصل للماكسيموم بدها تنحسر تيرجع يجي غيرها. هلا المبشر بالخير انه الانقضاض او الانكباب على المادية وصل لاعلى ذروته، وهلا ببلشين اليونسكو مثل ما فهمت بالاشهر القادمه او بالاسابيع القادمه عندهم مؤتمر كثير مهم حول استنهاض الهمم ولفت الانتباه قد ايه الفلسفه مهمه باوروبا هلا التركيز عليها كماده تفكير وكماده اختصاص. سالتيني عن النقد. اصلا باردون اليونسكو اساس مؤسسه الفلسفه، قائمه على الفلسفه. طبعا طبعا طبعا، وهي عندها يوم عالمي للفلسفه بتعيده بتشرين الثاني. سالتيني عن النقد، اذا حدد شيء اساسي بالفلسفه بنت عليه عبر التاريخ هي انك انت تفككي يقينياتك، يعني اول شغله تنتقدي ذاتك، الشيء اللي مطمنتي له ومعتبرتيه هو الصح، اول شغله تبلشي تخلقي نوع من مساءله لإله. وليه؟ لان كل شغله تخضعيها أنت لفعل النقد أو للمساءلة أو للشك صارت علاقتك فيها ندية، ما بقى تسمحي لها تسيطر عليك، وبس تكتشفي أهميتها ساعتها إذا بدك إياها تسيطر عليك، مش لأنه آخرين طلبوا منك، أنت بتقولي لها أنت معبودي أو أنت بديك تسيطر علي، عرفت كيف؟ فلذلك النقد هو حقيقة ضرورة لفعل التفكير. وكلنا بنعرف بالفيزيك بالشيمياء ما بتتطور نظرية إلا ليجي واحد ينتقدها، فبالفلسفة نفس الشيء، هي حركة الأفكار، وما فينا إلا ما نرجع لأصول الفلسفة مثل ما أشار دكتور محمد، إيراكليت انتقد بارمينيد وبارمينيد انتقد إتسترا وأرسطو انتقد أفلاطون، وما بتقوم الفلسفة إلا على النقد. لكن للأسف برجع بقول عنا بلبنان وبالدول العربية لمجرد ما نفتح نتفة طاقة صغيرة اسمها نقد دغري بتنزل عليك الوابل من الرصاص والاتهامات انه هيدا اهنت الكرامة واهنت الشرف واهنت العرض، ونحن اساتذة فلسفة بين بعض ما بنحتمل النقد، ندعي الفكر النقدي وندعي النقد، بس نحن لما نجي نمارس هالنقد نغري بيتحول لشي شخصي ولا تاريت. في السياسة ايضا الرأي والرأي الاخر، ومنقلك نحن ديمقراطيين، نحن بالفلسفة الاساس عنا احترام الاختلاف، مسابقة الفلسفة بالبرام اسمها تاز وآتي تاز، وما بتركب مسابقة بدون طرح وبدون مناقشة. ليه؟ لانه منعلم الطالب من هو صغير انه قد ما كان افلاطون مهم عنده ثغرة بدك تلقطه فيها وبدك تنتقده، اذا مش انطلاقا من ذاتك انطلاقا من اخر اري ونقده. ما في تحت هالسما الزرقاء، تحت عالم ما تحت القمر كما يقولون، ما في حدا كامل وما في نظرية كاملة لا تعبد ولا نظرية كاملة لأنه نرضخ لإلها من دون ما نسئلها، من دون ما نعشرها، من دون ما نقعد نحن وياها قبل ما نستسلم لإلها، إذا حبينا في الأخير الاستسلام لإلها. مشان هيك أستاذة نجوى لما حكيتي عن الانتحاريين، الانتحاريين ناس بتصور بمفهومي الخاص ما خلقوا تساؤل انه طب هيدا الزلم اللي انا عني بكل هول تأنا روح موت، طب بركي واحد بالالف ما معه حق، كيف انا بقدم حياتي وقوم يطلع واحد بالالف ما معه حق؟ الفلسفة بتحط لك بينما العلوم الرياضية خلص واضحة، ايدي كلير ديستات انت واضحة وصافية ونقية قدامك الفكرة، لذلك انت ما في مجال بقى تناقشيها، واحد مع واحد بيساوي اثنين، ما حدا بيخطر بباله هالتساؤل او ناقش هيدي الفكرة. لذلك كتير مهم بالفلسفة نوع على المارج للأفق للهامش النقدي يلي بتعطينا اياه هذه العلوم الإنسانية وبالتحديد الفلسفة، لأنه الفلسفة هي أم العلوم الإنسانية بالنهاية، وتأسست العلوم الإنسانية على هذا التساؤل الفلسفي وعلى هذه الرغبة بالنقد والنقد. اليوم صرنا الفلسفة تحدد بأنه هي نقد النقد، يعني تنتقد النقد، وإلا ما منتطور ما منوصل. وهذا جيل دولوز يلي له الفضل بأنه مشي بهالتحديد للفلسفة، أنه أنت مفروض تكوني دائما بعملية ممارسة النقد وبشكل مستمر لتتطوري. وهذا يعني هالحس النقدي أو الوعي النقدي بيحرك عند الإنسان صوب، بحركه صوب الحرية، أنه يكون إنسان حر مربوطة دغري، لأنه أنا ما عم تجيني القصص إسقاط وعم أقول إيه إيه لكل شيء،
بيصير بيضعني امام حريتي انا أن حره ان اختار وحره ان ارفض. حتى بمجال الايمان استاذه نجوى، لما انت تكوني مختاره موضوع ايمانك ومختارتيه عن وعي وعن مساءله وعن نقاش، غير ما لما تكوني ورتنتي لانه حدا اجبرك على هالشيء. نعم. دكتوره نيلة، كنت عم تحكي عن العشق الفلسفي، حب قول بونسوار، مساء الخير زينه. مساء الخير ست نجوى، إليك ولضيوفك الكرام. مساء الخير. زينة نخول هي سيدة وأم لطفلة حلوة اسمها يلينا. بس زينة عم تحضر ماستر بالفلسفة، وزينة ببين الشغف اللي كنا عم نحكي عنه ببين بحياتها. زينة خبرينا كيف الفلسفة ودراستك لها عطيتك هيك معنى وبعدها مولعتك بحياتك بعلاقاتك وبكل مجالات عملك. ست نجوى، انا بحب استغنم اول شيء فرصة مداخلتي بهالحلقة لارجع اكد ان الفلسفة منا ابدا نظريات ومثليات او عالم وراء ما وراء، يعني خارج عن الانسان. الفلسفة هي بصميم كل انسان، بمعنى أنه كل إنسان عنده نظرة خاصة له للعالم، العالم المحيط فيه، بصمته، يعني أثر قدمي هو عم بيمشي على هالأرض، يعني أثر بينفرد فيه. وهيدي النظرة هي المولد يلي بيحرك كل أفعاله وقراراته. يعني لأعطيك مثل، أنا كإنسان إذا كانت نظرتي أو نظريتي حول الإنسان أنه هو مجرد مخلوق بين هالمخلوقات، أو يمكن مجرد سلعة، ما رح تكون أفعالي نحوه مثل يلي بينظر الإنسان إنه مشروع كمال. نعم. أو إذا بدك مشروع قداسي. من هالمنطلق بحب أقول كلمة عن تجربتي مع طفلتي. هلأ هي كتير صغيرة، يعني عمرها سنة وأربعة أشهر بس إذا اتخطيت الحب الأمومي يلي عادة بحركنا كلنا كأمات يعني، ودخلت ببعد جديد يلي هو البعد الفلسفي للعلاقة بين إنسان وإنسان، بشوف إنه بيزيد بوضوح على علاقة الأم بطفلة منحة جديد، منحة إنساني محفز، بيعطي يعني غنى ودفع أكتر لعلاقتي ببنتي. إنه بشوف بعيونها رغم إنه طفلة صغيرة إنه بتفهم مدى تقديري إلها كإنسان، يعني هي كإنسان، وبتجارب تفاجيني انه هي فهماني هالشي. بالمختصر، ما بدي طول كتير عليكم، يلي بدي اقوله هو انه اول شي كل انسان بالفطرة بالصميم بالعمق بجرحه كانسان وتجربته بهالعالم هو فيلسوف. يعني قد ما تجرب تبعد فكرة الفلسفة عن الانسان، هو من جوا بصميمه شخص عم بينبش على الحقيقة. وتاني شيء بحب أقوله إنه الفلسفة بتفوت بعد جديد على اختباراتنا اليومية. يعني ذات الشيء مثل كيف إنه التفاحة بتضل تفاحة لوقت ما يطلع فيها ماغريت أو نيوتن أو ستيف جوبز وبيعطيها بعد جديد. وهول الناس اللي سميتهم إنه منو نازلين من الفضاء الخارجي، هن مثلنا مثلهم، بس هن عملوا هالمجازفة الكبيرة يلي هي مساءلة المألوف، اسمها مساءلة المألوف. يعني أدخلوا هالبعض الآخر هالفلسفة لحياتهم اليومية وصارت عندهم تفاحة مش مجرد تفاحة. نعم. إذا بعد سؤال هيك أخير جاوبيني عليه باختصار زينة. زينة، إذا أجت يلينا وقتها تكبر قالت لك أنا بدي أعمل اتخصص بالفلسفة، شو بيكون جوابك؟ أصلاً هي من هلأ عم تقرأ لبتي برانش. يعني الله يساعدك. أوكي. لا. زينة، هو ما أنه تخصص، هو مثل ما قلت وبرجع بعيد، هو اختبار يومي، هي مساءلة حياتنا اليومية المألوفة وعدم أخذ كل شيء مثل ما بيقولوا بالانجليزي for granted، يعني الاشياء ينعطالة معنى اخر، بعد اخر، وزن ينعطاها معنى. زينة نخول، انا بشكرك صديقتي العزيزة
ومع هالمداخلة الحلوة والراقية. ميرسي. وسلامة ليلانا. أكيد أكبر بوسة لكم. دكتور محمد، شو رأيك بالكلام اللي سمعته؟ كيف عم بتجرب كنت عم بتقوله كل وقت إنه منا قصة نظريات، هي داخلة بالحياة. وفي شغلة إنه حكيت عنها دكتورة نيلة، هالفرح يلي بتعيشنا إياه، برأيك الفكر العربي، حضرتك طرح سؤال هون كتير خطر، المشكلة بالفكر العربي، هل عنا تفكير عربي ليكون لدينا من بعد فكر عربي؟ كتير خطير السؤال. التفكير بعامة موجود عند كل البشر، 7 مليار بشر على الكرة الأرضية عندنا في تفكير، كل واحد عنده فلسفة الخاصة، كل واحد عنده فهمه الخاص للعالم والوجود. وإذا تناولنا الفلسفة بهذه الطريقة فالكل فلاسفة، وإذا تناولنا الفلسفة بهذه الطريقة ما هي الحاجة لوجود أكاديمية تعلم الفلسفة؟ وإذا تناولنا المسألة بهذه الطريقة ما هي الحاجة لوجود أكاديمية وجامعة بالعلوم المجتمعية والإنسانية؟ بالتالي كل واحد يفهم المجتمع وفقا لما يريد، لديه منظور النظري الخاص في فهم المجتمع، لديه فهم الخاص به، لديه تفكير الخاص، فبالتالي خلينا نعيش والكل يصير علماء وفلاسفة. المسألة مش بهالطريقة ولا بهالبساطة بصراحة، مسألة أعقد بكثير من ذلك. حتى يطلع فيلسوف بكتاب بتفكير خاص بفهم خاص بمنظومة فكرية خاصة بمفاهيم خاصة، يتطلب ذلك كل حياته، يتطلب ذلك أنه يخرج تماما من الحياة اليومية، يخرج من لذاته ومن حاجاته البشرية ومن جسده ومن روحه ومن كل شيء، يعيش ألم حقيقي. المسألة كمان مش لهالدرجة سهلة يعني. نعم. أنه أي واحد والله بإمكانه أن يتفلسف، نعم الكل بإمكانه أن يتفلسف، ولكن هذه الجامعات التي تدرس الفلسفة ما هي؟ ليش أصلا في جامعات؟ شو هو المبرر المنطقي لوجود جامعة إذا أنا عندي 7 مليار فيلسوف على الكرة الأرضية يعني؟ لا، المسألة مش بهالطريقة ولا بهالسهولة أبدا. المسألة متعلقة بشأن أساسي ببلداننا على أقل تقدير. نعم. وهذا الشأن الأساسي مرتبط بمفهوم الجامعة، مفهوم الجامعة والنظام التربوي والتنشئة المجتمعية بعامة. داخل مفهوم الجامعة في تساؤل أساسي عندنا، أولاً ماذا تعني عملية نقل المعرفة العلمية والفلسفية؟ ماذا يعني أنني أتعلم في أن أكون فيلسوفاً؟ وماذا يعني أنني أتعلم في أن أكون عالماً بالمجتمع أو بالإنساني أو بالنفسي أو بالأنثروبولوجيا أو بالسوسيولوجيا أو بأي شيء آخر؟ هذا يعني بما أننا نتلقى هذه المعرفة العلمية من الغرب، يعني أننا لابد أولاً من طرح التساؤل حول كيفية تلقي هذه المفاهيم. كيف يمكن أن نتلقى مفاهيم علمية؟ يا عمي والله مفاهيم المجتمعية ليست في متناول الإنسان العادي، ما ممكن الإنسان العادي، الإنسان اللي موجود بالواقع، أن يأتي لي بنظرية حول مفهوم الحرية. مفهوم الحرية مفهوم كثير خطر، إذا تم تناوله بطريقة خاطئة يصبح لدينا فكر متطرف أصولي خطير، ممكن هذا الفكر أن يؤدي إلى عنف حقيقي بالواقع. لا يمكن أن يكون لدى أي أحد بالواقع سلطة الكلام العلمي، وأن يكون لديه مشروعية في أن يتكلم علمياً، في أن يحاور علمياً، في أن يتناقش فلسفياً. حتى وجدت في عندنا ببلداننا نوع من الوهم، يعني تصور أنه فلان بعلم الاجتماع أو فلان بعلم النفس أو فلان بالأنثروبولوجيا هو بهذه العلوم لأنه معدله قليل. لا، لأنه معدله قليل، معدله بالثانوية قليل، فهو يجي لهذه العلوم. يا عمي مش هيك المسألة، المسألة مش هيك، هذه العلوم ليست علوم إنشاء وليست علوم سرد تاريخي وليست علوم في أن نأتي بسرد تاريخي رديء لما قال أفلاطون وأرسطو وهابرماس وغيره. لا، هذه العلوم، هذه الفلسفة، التفكير الفلسفي وهذه العلوم المجتمعية والإنسانية تعني كلمة واحدة. كيف يمكن أن أبني تساؤلا علميا؟ أنا اليوم عندي أزمة اقتصادية بالعراق، إذا أنا لا أكون قادرا في أن أطرح تساؤلا
ضمن السوسيولوجيا الاقتصاد في كشف الأسس العميقة لهاي الأزمة الاقتصادية. أنا ما خصني أصلاً يكون بالسوسيولوجيا. أول شيء ضمن العلم بعلم المجتمع، أول شيء حتى أنت تكون تستطيع أن تقول أنني باحث جدير بالسوسيولوجيا. نعم. لابد من أن يكون لديك إحاطة حقيقية ببنى مجتمعية ثلاث: ثقافة، اقتصاد، سياسة، ومو بس بهول، بالعلاقة الموجودة بيناتهم. أما في أن يقال بأنك أنت بإمكانك أن تأتي بالمفاهيم التي تصلح لبلدانك وتلك التي لا تصلح لبلدانك كبها بالزبالة، مسألة مش هيك، مسألة مش هيك. الاستعداد يلي هلأ أو الوقت اللي عم تعطيه الجهد بالشغل اللي عم تشتغله على الأطروحة، عندك في أفق قريب محاولة إلى العودة إلى العراق وتنظيم حلقة من المثقفين تنهضوا بهالمشروع اللي عم تحكي فيه لو سمحت؟ أنا أساساً هذه رغبة عندي إياها وحقيقة حلم أساسي بحياتي، هو عندي مشروعاً، في مشروع تأسيسي معرفي، وهذا المشروع أتمنى أن أكون قادر في أن أطبقه بلبنان والعراق. هذا المشروع كله قائم على كلمتين: استنهاض تساؤل العلم بالإنسان والمجتمع. وهذا المشروع كل الرفاق اللي معي من الطلاب، من الأساتذة، من الزملاء، كل اللي معي تقريبا يؤمنون بوجوده ويؤمنون بتطبيقه بالواقع. نعم. هذا المشروع يتوقف تنفيذه أكيد يتوقف على مسألتين. مسألة الأساسية في أن يكون لديك جامعة. إذا ما عندك جامعة ما عندك باحث، إذا ما عندك باحث ما عندك فرد، إذا ما عندك فرد ما عندك إنسان، وما عندك شخص يؤمن يعني يفهم أنه إنسان. إذا ما عندك إنسان ما عندك مجتمع، إذا ما عندك باحث يفهم هذا المجتمع ما عندك علم. فبالتالي إذا أنت واضع نفسك في موقع، أنا أتكلم عن نفسي، إذا أنت واضع نفسك بموقع أن تكون باحثا بهذه العلوم، فأول سؤال يكون أمامك هو كيف يمكن أن تنتج باحثين يفهمون هذا الواقع. دكتورة نايلة قالت كلام كلش مهم. قالت أنه إحنا عندنا حاجة حقيقية لوجود مفكرين باحثين فلاسفة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفة في بالحقيقة ببلداننا في عدد كثير قليل من الباحثين والفلاسفة والمفكرين اللي ممكن أصلاً أن تقرأهم. يعني أنا الآن ما أقدر أذكر أكثر من 5 أشخاص ممكن بس أشوف اسمه أقرأ له ببلدان العربية، وهي مأساة، هاي مأساة حقيقية. هاي معناته أننا لسنا قادرين حتى نقوم بتساؤل، حتى لسنا قادرين أن نبني تساؤل. يمكن دكتورة نايلة تعقيبا على اللي عم بيقوله دكتور محمد، كأني فهمت منه أنه الفلسفة ليست مستقلة. الفلسفة ليست مستقلة بمعنى أنه ما إلا علاقة بغير إشياء، يعني ما هي بحد ذاتها عندك إياه. نعم، يعني استقلاليتها، يعني العقل الإنساني على طول مشدود لحتى للحقيقة بطبيعته، مزبوط. نعم. بس ما أنا مستقلة يمكن لأنه ما في أشخاص وراها مستقلين أو منحازين إلى أمور أخرى، يعني لأنه مثلا رح أعطي شيء اللي كنا كلنا درسناه بالفلسفة، مثلا سقراط مات من أجل فكره، من أجل الحقيقة، وما قبل مع أنه إجوا جربوا يطلعوا يهربوه قبل ما ياخذ توماس مور كمان مات قطعا بالرأس أيام أوري الثامن. يعني بمعنى معين الاستقلالية عم بحكي عنها الإخلاص الفيلسوف لفكره. هل يا ترى نحن صار في عنا يعني انشطار بين الفكر والممارسة أو شح بالمفكرين الأحرار؟ أنا بهالموضوع بالمفكرين، يعني المطرح ما هو عم بيوصل دكتور محمد بفكره معلق كتير السقف، رح تقولي لي الفلسفة بتحلق، صح عم يحكي بهالمستوى، بس بعالمنا العربي يلي عم يتخبط بالألم وبالشر ويلي ما عم نخلص، مثل ما قال سيدنا توما أنه طالت مدة الشرور والحروب، طب أين هو هذا المثقف الحر؟ إذا فيني قلك بين هلالين، مش بالمعنى الدين للكلمة، هذا المسيح يعني اللي بيعطي ذاته كرمال الحقيقة.
يعني أنا ما بدي أوصل لهون لما أكون عم بحكي كتير طبويات ومثاليات. أنا ما طالبة ناس تعطي ذاتها للحقيقة، لأنه هو كتير قليل عم بيقول قليل اللي بيقرالهم، يلي بيعطوا ذاتهم بعد أقل بكتير. أنا بدي جود من الموجود من الواقع. نحن اليوم في عنا ناس بتفكر، ما في يقول ما عنا ناس ما بتفكر. وطالما أنت إنسان علقان بهالدنيا، يعني علقان بمسألة بتمس وجودك وبتمس قلقك، وطالما أنت عندك هاللعبة اللي عم تلعبها، دونك أنت عندك يعني مصلحة تقوم تقعد وتفكر على الطاولة أو برات الطاولة، بس بدك يكون عندك مجال للتفكير. هلأ هل في فيلسوف مستقل؟ نصيف نصار فيلسوفنا اللبناني حكي عن ما يسمى بطريق الاستقلال الفلسفي. طيب كتير منيح، لكن هل مزبوط في ابني استقلالية؟ ما نحن ناس مربوطين، مربوطين أقله بحالنا وبماضينا وبتنشئتنا الفكرية والمعرفية. شو بفهم بكلمة استقلالية؟ لذتها وجمالها للشغلة إنه منا مستقلين ونسعى لنكون مستقلين، لأنه الاستقلالية كمان مربوطة بالحرية. نحن منا أحرار، نحن نسعى للتحرر، لأنه بالنهاية لمجرد ما تكوني موجودة بهون وبهاللحظة أنت مقيدة بشروط معينة. المشروع اللي عم بيحكيك عنه دكتور محمد مشروع عمر، مشروع بده طاقات كتير كبيرة، بس هيدا مشروع هادف، مشروع ثورة فكرية حقيقية. قديش نحن اليوم حقيقة عنا شباب وصبايا بهيدا العمر عندهم هيدا القلق، لذلك هالعدوى الموجودة بدكتور محمد مفروض تنتشر، وتنتشر بسرعة، وعلى ما أظن عم تنتشر، لأنه الشباب أكثر من غيرهم عندهم هالأسئلة. غلط نفكر أنه الشباب مخدر، وغلط نفكر أنه الشباب مسطح. هني أكثر عالم عندهم الأسئلة وعندهم القلق وعندهم الحماس. المهم هاللي مسؤول عنهم بالتربية ومسؤول عنهم بالتوجيه يعطيهم الشيء اللي بيستاهلوه. نحن كتير منستلشق بحالنا ومنستلشق بأجيالنا، لأنه منستلشق فيهم ما عم نعطيهم اللازم. هيدا الغلط وهيدا الجريمة يلي مسؤول عنها الأهل والأساتذة والمربين بشكل عام. قبل ما نختم كلمة أخيرة دكتور محمد بكلمتين صغار، شو غيرت الفلسفة ودراسة الفلسفة بحياتك بكلمتين صغار؟ نعم، غيرت حياتي كلها. كلها. دكتورة نيلة، شو غيرت بحياتك؟ غيرت أنت الشغوفة بالفلسفة. نظرتي لحالي أكيد حررتني من كتير خوف. أنا من أنا وصغيرة عندي كتير مخاوف من كتير إشياء. علمتني الفلسفة اطلع من خوفي، علمتني عيش إيماني بطريقة جدا مختلفة عما كنت عيش إيماني قبل، وعلمتني أني حب هيدا الوطن وحب الفكر العربي وحب الفكر الإسلامي وحب المختلف وبطل خاف منه وحط إيدي بإيده وأغطس بفكره، لأنه الفلسفة كسر كل الحدود. بتمنى انه كتير يكونوا تعلموا الكتير منكم الليلة. انا بدي اشكركم من كل اهل بيت. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد. دكتورة نيلة صارت من اهل البيت، حضرتك بترحبي فينا. والى مزيد من اللقاءات بشكركم. ومشاهدينا بختم، في السبعين من عمره ختم جوتي قصيدة صغيرة بالبيت التالي: أنا موجود هنا لأجل الدهشة. ثم في الثمانين من عمره خاطب صديقه وقال له إن أعلى ما يستطيع الإنسان الوصول إليه هو الدهشة، ويرى توما الأكوين أن الدهشة هي طريق تؤدي إلى المشاهدة السعيدة إلى وجه الله. ومعنى الدهشة هو أن نختبر أن العالم هو أكثر عمقاً واتساعاً وخفاءاً مما يظهر للفهم العادي اليومي. والمندهش هو أن ندرك، هو الذي يدرك أن الوجود هو سر وحقيقته لا يمكن الفراغ من ارتشافها واصدقائها. تعاطي الفلسفة أصدقائي هو أنقى أشكال المشاهدة والإبصار. وكما يقول أرسطو: كل الأشياء التي تثير الدهشة تنتج الفرح، والفرح هو وجه من أوجه الحرية. وتصبحون على ألف خير.